اسكندريه ماريه وترابها زعفران، في اسكندريه تشم ريحه البحر وريحه القصر، في اسكندريه النادي الاولمبي العريق، الاولمبي بطل الدوري العام سنه 66، اولمبي البحر دسور وعز الدين يعقوب ومحمود بكر وشتا والسكران وبدوى عبد الفتاح والبوري، وكان معاهم اشهر جناح في مصر الكابتن فاروق السيد. جينا النهارده علشان نزوره في بيته النادي الاولمبي ونشكره ونرد له جزء من الجميل. تعالوا معانا نزور الكابتن فاروق السيد. ازيك يا كابتن؟ نور الاسكندريه كلها، خاصه النادي الاولمبي. النادي الاولمبي ده شرف كبير قوي، الله يكرمك. وحضرتك تاريخ كبير، وانت تاريخ كبير. انا سعيد ان انا بشوفك النهارده والله. احنا اللي سعداء قوي بيك. شرفت يا باشا، شرفت يا كابتن. عالم الاهلي في الاولمبي. الاهلي في كل حته. الاهلي في كل حته يعني. انا جاي من اهلي. مش كده ولا ايه؟ وانت جاي من الاهلي. طبعا. واحنا في بيتك النهارده يا كابتن فاروق، يعني بيتك الكبير النادي الاولمبي، عايزين نسترجع بقى معاك الذكريات الحلوه، ذكريات الدوري سنه 66 والجيل الحلو. النهارده كمان النادي الاولمبي بيكرم الكابتن فاروق السيد في ملعب باسم الكابتن فاروق، تاريخ كبير. كتر خيرهم والله، والله كتر خيرهم. وفي ملعب باسمي وفي ملعب باسم الكابتن عز الدين يعقوب. الجيل العظيم، بحر جسور وعز الدين يعقوب. الحمد لله. شتا والسكران وبكر، ما شاء الله جيل كبير. ناس ربنا خالقها الحرفنه فيهم. الحرفنه. الفرقه اللي بتاعت النادي الاولمبي وجمعهم، اللي هي بتاعت 66 بالاخص. اللي خدت الدوري. اللي خدت الدوري ديت. اتجمعوا بطريقه راجل عظيم قوي اسمه مين؟ الفريق اول سليمان بيه عزت. سليمان بيه عزت هو اللي جمع الفريق ده. ده كان رئيس نادي الاولمبي. وكان قائد البحريه. جاب لنا مدرب. ايوه. على اعلى مستوى اسمه بوبا فيتش. ده كان مدرب اجنبي. من يوغوسلافيا. وبعدين هو قال لنا جابه ازاي. كان في بروستيتو اللي هو رئيس يوغوسلافيا. كان جاي هنا عشان يزور العالمين. فنزل في اسكندريه، اللي مشى معاه سليمان بيه عزت. راح معاه على العالمين. فخد وده معاه، قال له انا عايز مدرب كويس للنادي الاولمبي. قال له هبعت لك واحد كويس. بعت مستر بوبا فيتش من يوغوسلافيا. وقد كان راجل على ده اللي حقق بطوله الدوري سنه 66. ده اللي حقق. عمل طفره. بس جمع بقى. يعني بقى ليه وجهات نظر. بالاضافه للاعيبه اللي هم معاه. قال انا عايز فلان. مين عايز فاروق؟ انا كنت اياميها في نادي الترماي. كنت بلعب في الترماي. كان اسمه الترام وقتها. الترام. الترام. اللي هو ما زال الترام. انا كنت بلعب هناك، هو كان بيتفرج. بيتفرج على الماتشات. وبيتصادف ان انا بلعب ضدهم. قال انا عايز ده. كان عندك كام سنه وقتها يا فاروق؟ اما جيت كان 22 سنه. 22 سنه. مرحله الشباب يعني. 22 سنه. عز بقى. تفتكر من وقت ما جيت من الترام للنادي الاولمبي وقتها الصفقة دي تمت كان بفلوس كام او كان ايه؟ لا مفيش فلوس. هم عملوا 11 لاعب. أيوة. بس اول صفقة كانت 7 لعيبة بس. انا اصلا في اصلا من الاولمبي. انا اصلا من الاولمبي. اولمباوي اصلا. وكنت ماضي في الاولمبي وانا صغير. بس بقى ما لعبتش في الاولمبي، لعبت في الترمان. رحت الترمان وبعد كده رجعت تاني عشان تبدا بقى التاريخ في 66. تمام. ورحت منتخب مصر وانا في نادي الترام. ترام كمان. قبل ما نتكلم يا كابتن فاروق عن الدوري سنه 66 والجيل العظيم اللي حقق بطوله الدوري. تمام. تعال نروح الاول الملعب بقى اللي بيحمي اسم الكابتن فاروق السيد. انا بشكر تقدير كبير لنادي الاولمبي كابتن فاروق. الاولمبي ان هو كرمنا بالملعب ده. طب تعال اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن.